هل تخيلت السماء يوماً تمطر ذهباً وكنوزاً؟ وكيف حولت هذه الأجسام الذين لمستها أياديهم إلى عالم آخر استحال على خيالهم زمناً الوصول إليه؟ وإذا كانت تلك أسعارها التي فاقت الكنوز، فكيف السبيل إلى الوصول إليها؟ إنها حالة التأهب التي فرضها القادمون من السماء بعد أن تجاوز العالم مزاعم ظهور الكائنات الفضائية، وتبين أنها مجرد روايات أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع. فليس بالضرورة أن يكون كل ما ينزل من أجسام فضائية قادمة من الفضاء خطراً على الأرض وسكانها، بل إنه يكون أحياناً بشريات خير. فماذا تحمل تلك الأجسام؟ إنها الأجسام القاتمة التي تتناثر في سماء الكون بعد ميلادها جراء صدمات بين الكواكب في الفضاء، لكنها لا تكون على ما يرام فور دخولها الغلاف الجوي للأرض، لأنها بمجرد أن تلامس أجواء الغلاف المحيط بالكوكب الأخضر تتحول إلى حالة أخرى وتصبح شهباً، أي أن المخاوف الدارجة بشأن تلك الأجسام ليس لها ما يبررها علمياً، لأن الغلاف الجوي للأرض يضمن توفير أقصى درجات الحماية. لكن إذا كان الغلاف الجوي للأرض يقوم بدور التحصين الشامل لها من أخطار النيازك، فما هي أسباب الحفر التي تتكون في مواقع سقوطها بعدد من مناطق متفرقة حول العالم؟ يستطيع الغلاف الجوي تحويل النيازك إلى أتربة، لكن إذا كان وزنها أثقل فهي تصل إلى بعض المناطق وتحدث فيها حفراً تسمى حفر النيازك. وهذا ما دفع الناس للخوف من كل ما هو قادم من الفضاء، لكن الذهب الهاطل من السماء جعل لمن يطلبه وجهة نظر أخرى. فمؤخرا تعددت وقائع الثراء المفاجئ الذي حققه سكان مناطق عديدة حول العالم ممن أسرعوا للحصول على بقايا تلك الأجسام، وذلك بعد وصول سعر الجرام الواحد منها إلى $1000، فضلا عن تهافت الدوائر العلمية والمهتمين بالصناعة عالميا على شرائها حتى لو تجاوزت ذلك الثمن. هي الكنز الثمين الفياض بالخير الذي تحولت ملامسته إلى ينابيع سعادة لمن ساقتهم أقدارهم للحصول عليها، سواء كانت حيازتها بمحض الصدفة أو من خلال عمليات بحث منظمة، إلا أنها ستدر أرباحاً تفوق الخيال لمن نالها وأحسن الحصول على عرض مناسب بشأنها. الخبراء أسموا تلك الأجسام النازلة من الفضاء على الأرض بأنها عنجدارة قطرات الذهب، ويحدد الخبراء المناطق الممتدة في المغرب العربي على أنها تحوي خرائط مضمونة للحصول على خيرات هذه الكنوز، وأرجع ذلك إلى أسباب جيولوجية ومناخية، لكنهم لم يربطوا بين الزلزال الأخير وبين ظهور تلك النيازك الذهبية المادة النيزكية. هكذا أسمى العلماء محتويات النيازك، أما تقديرها اقتصادياً فيتجاوز جميع المعادن النادرة ذات الثمن الباهظ، وأسفر التحليل المعملي لتلك المادة أنها مصدراً مضموناً للسيليكون والنيكل والعناصر النادرة.